انتهاك جديد للأعراف الدستورية من قبل حكومة إقليم كردستان بعد رفضها قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنتاجها النفطي. قانون الدعم الطارئ، أبواب الصرف تزيد من مخاطر الفساد، ونواب ينتقدون فقراته ويؤكدون أنه سرقة لأموال الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. ضمن مسلسل الانتهاكات والقفز على القوانين الدستورية، حكومة إقليم كردستان تنتهك اليوم قرارات المحكمة الاتحادية انتهاك صارخ بعد رفضها القرارات اللي أصدرتها بشأن انتاج النفط في الإقليم، حيث أن حكومة الإقليم ما اكتفت برفض المخرجات اللي جاءت على هامش قرار المحكمة، بل أنها وصفت القضاء بغير العادل بعد أن اعتبرت أنه ليس هنالك محكمة اتحادية في العراق إطلاقا. هذا ما يشكل خطر كبير في التعدي على أهم مؤسسة قضائية تمثل ركيزة أساسية في سير النظم الدستورية اللي يعول عليها في البلاد. ومن بين الذرائع الواهية التي ذهبت باتجاهها حكومة الإقليم هو ما تحدثت عنه أو ما تحدث عنه مراقبون بشأن المادة 112 اللي أرادت حكومة إقليم كردستان تغيير ما تتضمنه من سند قانوني كان الأصل فيه هو إدانة سياسة الإقليم النفطية وليس كما تزعم حكومة الإقليم. في الجانب الآخر، يناقش مجلس النواب هاي الأيام قانون بعنوان الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من خلال المناقشات اللي دارت في اللجنة المالية النيابية ووسائل الإعلام. يتضح أن هذا القانون راح يخضع للتجاذبات السياسية ولمصالح الصراعات اللي تجري الآن في أروقة مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة، وعدها راح يضيع الهدف الأساسي اللي ورد بمواد القانون المقترح. ومن وجهة نظر اقتصادية ومالية مختصة، أن على الحكومة إعداد استراتيجية للأمن الغذائي في ظروف الطوارئ وفي الظروف الاعتيادية أيضا، مع إيجاد حلول جذرية وسريعة. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين وتداعياتهما مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. طبعا يتسبب ملف النفط والغاز بتأزيم العلاقات ما بين حكومة المركز والإقليم بعد امتناع الأخيرة العمل بموجب القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية بشأن الإنتاج النفطي لحكومة الإقليم، فيما جوبها رفض حكومة إقليم كردستان لقرارات المحكمة العليا بردود فعل شعبية وسياسية على أثر انتهاك الإقليم للقوانين الدستورية بعد رفض قرار المحكمة المتعلق بقانون النفط والغاز. ضمن هذا الموضوع نفتح أولى ملفات حصادنا لهذا اليوم بعد أن نتابع ما أعده لنا الزميل علي حبيب. قانون النفط والغاز عقدة الخلاف الدائمة بين المركز والإقليم يعود مجددا ليؤرق ملف العلاقة بين بغداد وأربيل بعد حكم مجلس القضاء في حكومة إقليم كردستان بعدم دستورية المحكمة الاتحادية. بيان وصف أعلى سلطة قضائية بغير الدستورية وغير المخولة بإلغاء قانونها الذي تعده المنظمة لكيفية إدارة الحقول النفطية في الإقليم. المحكمة الاتحادية أصدرت قرار بالالتزام بقانون النفط والغاز، لكن تبقى متابعة تطبيق هذا القانون. اليوم نجد هنالك بعض الملفات غير واضحة المعالم بين المركز والإقليم، ومنها قضية الموارد المالية، المنافذ الحدودية، النفط والغاز، وتطبيق هذا القانون الأخير. ردود الأفعال تؤشر تماديا في تحركات الإقليم وقياداته على حساب المصلحة الوطنية، فتعنت أربيل وتصرفها بموارد البلاد وعدم جدية الجهات المسؤولة في ضبط هذا الملف
عبر تطبيق القرارات المترتبة حيال عدم التزام الإقليم بما أقرته المحكمة العليا، والتجاوزات الحاصلة على أعلى سلطة قضائية قد يعرضها للمساءلة الجزائية. وفي المقابل الجزاء والأثر القانوني المترتب على عدم تنفيذ قرارات المحكمة يتمثل بإمكانية تحريك دعوى جزائية ضد رئيس وأعضاء مجلس النواب، وكذلك ضد وزير النفط وضد كل من يساهم في عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وهذا الأمر حقيقة مجرم وفق المادة 329 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس ضد كل شخص يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء. وبعد أن أصدر قضاء الإقليم قرارات تضد قرارات أعلى محكمة مسؤولة عن تفسير الدستور لتعكس هذه الردود عمق الأزمة بين بغداد وأربيل وتؤيد أي مساحة لتصفير الخلافات بينهما والاحتكام لمقررات القانون التي تؤكد على تمكين وزارة النفط الاتحادية من إدارة حقول الشمال. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، باسمكم ورحب بضيوفي الأكارم الأستاذ خالد السراي عضو ائتلاف دولة القانون. حياك الله أستاذ خالد، ضيفا كريما، وكذلك ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور عباس العقابي الخبير القانوني. حياك الله دكتور عباس، أهلا حضرتك. وينضم معي عبر سكايب السيد وفاء محمد كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياك الله أستاذ وفاء. أبدأ مع حضرتك أستاذ خالد، يعني كيف تجد موقف حكومة الإقليم برفض قرار المحكمة العليا بشأن تصدير النفط من قبلها؟ بالتالي هل يعد هذا من حقوق الإقليم أم طعنا في القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمشاهديكم الكرام، للضيوف الأعزاء، لجنابك. شوف لاحظ، احنا خاطر ندخل بالموضوع بشكل حقيقي، اكو مشروع يؤسس إلى بالعراق، هو عملية إفراغ الدولة من كل الضوابط، وبالتالي ما يصبح بيناتنا حاكم. أنا إذا المحكمة الاتحادية قراراتها يطعن بيها قضاء في إقليم، وبالتالي المحكمة الاتحادية بالحسابات كلها لها العلوية على الدستور. لماذا؟ لأنه هي تفسر الدستور، هي تحل النزاعات. بالتالي الآن بهذه البساطة احنا ما نعترف، احنا يعني ما أتمرد عليه. هذا الخطر الحقيقي، هذا خطر إفقادنا أي ضوابط. الإقليم متجاوز، نريد نعود الآن محكومين، وصوتوا أنتم على الدستور، نريد نحتكم للمادة 110 و111 و112 حول توزيع كل الواردات توزع على كل أفراد الشعب مهما يكونون. مسألة أنه الإنتاج الاقتصادي البلد، يعني التجارة البلد تحت سلطة اتحادية ما قابلة للنقاش، وبالتالي هذه كلها الثوابت بالدستور. أنت تجيني في لحظة لأنه قرار مسك الآن على سبيل الفرض، وين إنتاج كردستان؟ وشو الالتزام هسه؟ اترك قضيه انه ما تعترفون بقراره بمنعكم من التصدير، لكن بالاساس تعقد اتفاقيات مع الحكومات المتتاليه انه ثلث الانتاج الحقيقي ما تنطوه للعراق باتفاق انه 250 الف برميل تعطى، لكن حتى ال 250 الف برميل ما تعطوها. باي حق تاخذون شهريا من حكومات متواطئه واكو تخادم سياسي منفعي مع الحكومات انه انتم تاخذون ميزانيه؟ ولماذا تقر لكم ميزانيه بالموازنه؟ حتى الموازنه
قدرة كردستان الآن طبعا كل الأطراف السياسية يعني أكثر الأطراف السياسية بالعراق اللي ضمن التحالف الثلاثي بكل وضوح من مصلحتها عدم قرار الموازنة، لأنه قرار الموازنة معناها حتما تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان متنفذ. لهذا لاحظوا شوف العقلية كردستان وخصوصا عقلية الديمقراطية الكردستانية وصلت لدرجة أنه طالب حتى بأغلبية سياسية ونظام هو اللي دمر نظام برلماني ب 2006 بأول حكومة. فهذه كلها واقع يعني أسلوب حقيقي لتدمير التجربة العراقية. طيب. وبالتالي إثارة الفوضى يعني إذا أنا ما تحتكم وياي بالدستور بيش أحاسبك. أرجع إلى فقرة علوية المحكمة الاتحادية حتى على الدستور، جد ترحب بحضرتك دكتور عباس. يتحدث ضيف الكريم السيد خالد السراي عن قرار المحكمة الاتحادية وما قوبل به من قرار آخر من قضاء إقليم كردستان بهكذا حالة، هل يعتبر انتهاك لقرار المحكمة، تجاوز على صلاحيات القضاء في الإقليم للمحكمة الاتحادية؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكرام والمشاهدين الكرام الأفاضل. ابتداء تعتبر المحكمة الاتحادية هي حامية للدستور بموجب المادة 93 التي حددت اختصاصاتها، من ضمنها الفصل فيها المنازعات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، وكذلك في حال تنازل اختصاص ما بين السلطة القضائية الاتحادية والهيئات القضائية في الأقاليم. ما صدر في أمس هو بيان يعني يستنكر عليه القيام من مجلس القضاء في إقليم كردستان. المفارقة تتألف المحكمة الاتحادية من مجموعة قضاة حسب قانونها، ويكون عضوان أساسيان في المحكمة مرشحان من قبل السلطة القضائية في إقليم كردستان وعضو آخر احتياط. اليوم في المحكمة الاتحادية يوجد عضوان أساسيان في المحكمة الاتحادية، هم يتخذون القرار داخل المحكمة الاتحادية والذي يتم نشر القرار في عموم العراق. فكيف يمكن للمحكمة الاتحادية أو السلطة القضائية في إقليم كردستان أن ترشح عضوين في المحكمة ومن ثم تطعن بقرارات المحكمة الاتحادية وعدم شرعيتها بحجة أنها لا تتألف وفق ما معطيات دستور 2005؟ إذن ما هو مصير العضوان؟ هل سينسحبان؟ هل سيبقون في المحكمة الاتحادية؟ وما هي مصير الرواتب والامتيازات التي أخذوها منذ تأسيس المحكمة الاتحادية إلى اليوم على اعتبار أنهم يتقاضون رواتب ومخصصات الوزير؟ بالتأكيد هذا القرار من السلطة القضائية يستنكره الاختصاص القضائي والقانوني، لأن السلطة القضائية في إقليم كردستان هي تحت جناح مجلس القضاء الأعلى حسب النص المادة الثانية من مجلس قانون مجلس القضاء الأعلى، الذي يشكل من رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاتحادية، وعضوية رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم. إذن مجلس القضاء في الإقليم هو جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية الاتحادية من ناحية تشكيلاته، هو كعضو من السلطة القضائية الاتحادية ولديه عضوان في المحكمة الاتحادية هم مرشحين من قبل السلطة القضائية في إقليم كردستان. هذا تناقض بحد ذاته. طيب وفق هذا التناقض أرحب بحضرتك أستاذ وفاء، وننظر إلى قرار القضاء في كردستان بأنه استند إلى ويتوافق مع دستور 2005. كيف ترى الاختلاف في القرارين، المحكمة الاتحادية وقضاء كردستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة أستاذ لضيوفك الكرام وحضرتكم وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أكيد عندما تزداد الخلافات السياسية بين حين وآخر يظهر هذه المواضيع، وخاصة موضوع النفط والغاز، هي أصبحت كلها مع الأسف أصبحت كلها سياسية، وكثرة الطعون في هذه الأيام للتوجه السياسي خاصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة في ذهاب الديمقراطي مع تحالف إنقاذ وطن وتشكيل الحكومة، هي التي أظهرت بعض هذه القوانين التي نحن لدينا قانون النفط والغاز في 2007 مادة 22، وهذا القانون هو أبرم بعلم من الحكومة العراقية، وكان هناك بث وكلام للمرحوم مام جلال قال بأننا تكلمنا مع السيد نوري المالكي وقلنا له لحد 2009 نطالب من الحكومة العراقية إقرار قانون النفط والغاز، وإن لم يقر هذا الإقرار نمشي على قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. وإقليم كردستان في قانون 22/2007 استند إلى جميع المواد الدستورية، المادة 112 والمادة 121 التي تعطي الحق لإقليم كردستان
بأنها تلتزم بجميع القرارات إن لم تكن ضمن الاختصاصات الحصرية. أي القانون يقول ماذا يقول مادة 121؟ أي قانون ينص في القانون الاتحادي إن لم تكن ضمن الاختصاصات الحصرية من حق الإقليم تعديله وتطبيقه. يعني وقانون النفط والغاز هو ليس من الاختصاصات الحصرية. الاختصاصات الحصرية حسب المادة 110 هي 9 اختصاصات وما بها النفط والغاز نهائيا. ولكن السؤال هو هل من المعقول أن يجازف الإقليم حكومة الإقليم مع شركات عملاقة مثل أكسون موبيل مثل شيفرون مثل روز نفط بإبرام عقود مشبوهة إن لم تكن دستورية وقانونية؟ وهل هذه الشركات العملاقة التي لديها شقة قانونية عملاقة تبرم عقود مشبوهة ولا تسترد إلى الدستور؟ أكيد لا، أكيد هذه الشركات درست الدستور العراقي وعلمت بأن الإقليم لها حق التصرف في استخراج النفط وتصدير النفط، لهذا هي أبرمة العقود. نحن مشكلتنا مع القانون في العراق ليس أن نرفض المحكمة الاتحادية، نقول أن تفسير الدستور كان خاطئ. أي نحن مع الدستور، والدستور هو أقوى من المحكمة الاتحادية. المحكمة الآن تفسر الدستور لا تطبق الدستور، وما طالبنا به هو فقط تفسير المواد الدستورية وخاصة المتعلقة بالنفط وتصدير نفط من قانون نفط إقليم كردستان. طيب وفقا لذلك نأتي إلى دور الحكومة العراقية أستاذ خالد، يعني موقف حكومة تصريف الأعمال من هكذا قرارات، بالتالي يجب أن يكون هنالك تآزر بطبيعة الحال، الحكومة تحمي مسارات القانون والقضاء. ما شفنا فد موقف رسمي من الحكومة تجاه إقليم كردستان مع أو ضد؟ شوف لاحظ، أنا أشرت أنا بالبداية أن إحنا أمام سلطة تنفيذية واضح، يعني سلم كل شيء رئيس الوزراء الجنوب لجهة والغربية لجهة وكردستان البرزاني أن يتصرف بما يشاء. بالتالي أنت القضاء من يصدر قرار ما يمتلك سلطة التنفيذ، إنما السلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء حتى لو كان مجرم واحد فرد واحد عليه. الآن كردستان يعلن التمرد العلني، هذه التفسيرات مال قانون النفط والغاز ما صار، هذه مشكلة برلمانية، هي مو مشكلة حكومة. عملية رأسا إنه نقول المالكي اتفق معهم، المالكي مو سلطة قانون بحيث يصدر هذا الشيء، وغير موجودة، هي كلها صارت يعني بسهلة جدا إنه تتهم أي مسؤول سابق وكأنه مبرر الخطأ يبقى. يعني لو فرضنا جدلا انه خطا فمعناها مو مبرر لك ان تبقى. كل منتج بالعراق مهما كانت قيمته هو سلطه سياديه ضمن الدستور، معناها شلون الدفاع؟ دفاع الوطن هسه الدفاع انتم مطبقينه ويانا اللي علاقه الحكومه الاتحاديه وقائد عام القوات المسلحه بكردستان ما له، رغم انه السلطه العسكر. العلاقات الخارجيه الى سيطر الحكومه الاتحاديه علاقاتكم الخارجيه، وانه جينا لموضوع خطير جدا. كردستان مجاعه توزعوا الرواتب، منتج معروف، شبهات بالتصدير، شبهات وفضائح مع شركات النفط، شركات النفط موجوده، وتذكرون شركه نفط اماراتيه قامت دعوه كار هاي الشركه المشبوهه لرؤوس الاموال معروفه المن، وكيف تتعامل الان تمددت حتى على جنوب العراق. هذا التعاطي بعد ما يجوز. عزيزي الحل الحقيقي أن لو السياسة العراقي الحريص على الوطن والحريص على تطبيق الدستور يطلع من الصندوق، عقله يطلع. الحل الحقيقي أنه أنت أمام أزمة مع امتصاص مع فساد مع تجاوز على حقوق المواطن، لأن بالبصرة ده يخسر، بالنتيجة ده يخسر من عملية السرقة والتهريب بكردستان. كل هذه العملية يجب أن نفهم أن الإقليم وصل لدرجة كان بالسابق يختلف مع السلطات الاتحادية، لكن احنا عندنا ضمانه بقت وحيده، ساتر وحيد يحمي الوضع العراقي هو القضاء، واصبح يعلن جهارا نهارا اي مسؤول كردستان انه احنا ما نعترف بالقضاء، وبدا الطعن حتى بها. والمحكمه الاتحاديه كما اشار الضيف الكريم هي مشكله من الاطراف هاي كلها، يعني الكرد هم من رشحوا قضاء الاقليم، منو سلطه عينته، سلطه اصلا مو برلمان. زين الان لو اجينا وياكم على المحكمه التعديه اللي نتحاسب، شنو موقف نوابكم؟ صادقت عليهم المحكمه التعديه؟ يعني هسه مو شرعيين؟ نوابكم بغداد مو شرعيين؟ نتائج الانتخابات المزوره مو شرعيه هسه؟ من تنقض مو تنقض على اساس تتحداها فقط بقرار؟
يستر على سرقاته. طيب. وارجع اقول لك كن على يقين، للان هاي لف الدوران رغم انه قانون سرقه الامن الغذائي يسموه، لكن للان ما يصدرون ولا يفكرون لانه البرزاني مهيمن على الحكومه الاتحاديه. اجعل الامن الغذائي، ولكن يعني حضرتك تفضل وكما يتفضل الضيف الكريم الاستاذ وفاء. دكتور عباس، هنا تحدث السيد وفاء عن انه اعتراضهم على الدستور اصلا، والمحكمه لا اعتراض عليها باعتبار انها مفسره للدستور وليست واضعه له. اليوم لربما هنالك تضليل في تعريف الصياغات القانونيه والفقرات الدستوريه بشان قانون النفط والغاز من هذه المواد، مثلا الماده 110 اللي تشير اليها او يشير اليها القضاء في كردستان بانها لم ترد فيها سيطره السلطه المركزيه حصريا على ابار النفط، فكيف تعلق على ذلك؟ نعم، هو الخلاف حول المواد التاليه 110 و114 و115 و112. نعم. ال 110 جاءت اختصاصات حصريه للسلطه الاتحاديه، رسم السياسه الخارجيه، رسم السياسه النقديه، وضع الموازنه، كل هذا ذكرت من اختصاص السلطه الاتحاديه. اما الماده 114 وضعت هنالك اختصاصات مشتركه ما بين الاتحاد وما بين الاقاليم، من ضمنها رسم السياسه الجمركيه ومراقبه الحدود وغيرها. والماده 115 اشارت الى انه كل ما لم ياتي من ضمن الاختصاصات الحصريه للاتحاد يكون هو من ضمن اختصاصات الاقاليم. هذه الماده هم يفسرونها بشكل، والقضاء يفسرها بشكل اخر. تفسير الماده 115 كل ما لم يرد من ضمن الاختصاصات الحصريه للاتحاد تكون من اختصاصات الاقاليم، هو مستقبلا اذا ظهر هنالك اختصاص جديد لم يورد في الدستور يكون من اختصاصات اقليم كردستان. اما الماده 112 جاءت واضحه بشقين، الشق الاول تقوم الحكومه الاتحاديه باداره النفط والغاز مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه للنفط بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني للبلاد. وثانيا من الماده 112 تقوم الحكومه الاتحاديه برسم سياسات استراتيجيه لتطوير النفط والغاز مع المحافظات والاقاليم بالشيء الذي ينفع الشعب العراقي. انا اسال سؤال، من المسؤول عن الشعب العراقي؟ الحكومه الاتحاديه ام الاقاليم؟ بالتاكيد هي الحكومه الاتحاديه. هذه الماده عندما وضعت هنالك اشتراك في اداره النفط والغاز على اعتبار ان الاتحاد هو المهيمن والاعلى من الاقليم والاتحاد، وبالتالي واردات النفط يجب ان تدار ما بين الاقليم والاتحاد، ومن ثم ياخذها الاتحاد ويضعها في ميزانيه وزاره الماليه الاتحاديه، ومن ثم يعطيها كموازنه لعموم الشعب العراقي. ما هو الاقليم ياخذ سنويا 17% من الموازنه. طيب اذا انتم تحتكرون النفط والغاز اللي بالاقليم، بعد على شنو تاخذون ال 17%؟ واذا انتم تدعون انه الاقليم حصه النفط في الاقليم هي للاقليم، ليش تنطون 25% وصلتون على الموازنه بان تعطون 250 الف برميل سنويا؟ ما هي حصتكم، يعني انتم تتناقضون مع انفسكم في اقليم كردستان. تاخذون النفط والغاز ومن ثم تعطون نسبه معينه وتاخذون موازنه، وبالتالي هكذا تناقض. اما ان تصروا تقولون ان النفط والغاز في الاقليم هو حصه الاقليم ولا تاخذوا من موازنه الحكومه الاتحاديه ولا تعطوا 250 الف برميل لكي تكون هنالك انتم متزمتين في قراراتكم وتفسيراتكم صحيحه. المحكمه الاتحاديه فسرت على ان اداره النفط والغاز هي من صلاحيات الاتحاد، وان قانون النفط والغاز في الاقليم هو قانون غير دستوري، لانهم عرفوا كلمه استخراج النفط الحالي ما قبل 15/8/2005 وهو اخر موعد لانهاء من الصياغه الدستوريه، لان الماده 112 اولا اداره النفط والغاز، اداره النفط والغاز الحالي مع اقليم كردستان والاتحاد والمحافظات. ما هو الدستور هو مواد قانونيه مستمره وليس انيه، بما يعني اليوم انا افتح الدستور اجد عباره الابار الحاليه اي بما معنى اليوم وغدا وعند كتابه الدستور. لو اراد الدستور ان يفصح بذلك لقال اداره النفط والغاز في الحقول التي انتجت او تشكلت او استخرجت قبل كتابه الدستور وما بعدها يكون من حصه الاقليم. طيب هنا خلينا ارجع الى الاستاذ وفاء. سيد وفاء، لما نتحدث عن قانون الامن الغذائي الطارئ بطبيعه الحال ورد حضرتك في معرض حديثك والاستاذ خالد وكذلك الدكتور عباس، خلينا نرجع إلى قبل يومين وما أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوقيع رئيسة الكتلة الدكتور فيان صبري القاضي، وأصدرت هذه تعتبر وثيقة مهمة لطلب الكرد لتخصيصات مالية ضمن قانون الدعم الطارئ، يعني من أولى فقرات السبعة إدراج حصة إقليم كردستان من التخصيصات التشغيلية والحاكمة والاستثمارية
تخصيصات تنمية الأقاليم بنسبة 13.9 حسب البيانات السكانية لوزارة التخطيط. هذا الموضوع ما يشير أنه هذه اشتراطات بأن الكرد يصوتون على هذا القانون الأمن الغذائي في حال تم إعطائهم ما يريدون من هذه النقاط السبعة وأولاها هذه النقطة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أنا مضطر أني أعقب، لأنه يجب أن يعني الأمور تمر بطريقة تفضل صحيحة. تفضل لك مطلق الحرية. أولاً الإقليم لم يستلم 17% بحياته، آخر أكثر الأمور استلمنا 11%، ومن 2014 عندما قطعت الميزانية عن الإقليم بالشهر الثاني بأمر رئاسي من السيد نور المالكي، خلص من السيد نور المالكي لحد اليوم من 2014 لم لا يستلم إلا 1.5%. ماكو يعني هاي الميزانية موضوعة، وحتى قانون الموازنة في 2021 اتفق على أن الإقليم يسلم 250,000 برميل مقابل حصة 12.67، ولكن لم يسلم سيتم المقاصصة، أي بمعنى أن الإقليم لم يسلم 250 ولكن طبقت الميزانية. أي الآن مثلا سؤال يعني مثال بسيط، العراق واردات 11 مليار دولار شهريا، الإقليم يأخذ 135 مليون دولار، أنت اقسمها 135 على 11 مليار 1.5%، هاي 1.5% شهر أكو شهر ماكو، أي بمعنى أن الإقليم أفاد إلى العراق أكثر من 50 مليار دولار. إن لم يصدر الإقليم هذه النفط اللي كان على بغداد أن تعطي هذه الأموال إلى الإقليم، وبهذه الحالة بغداد هي اللي استفادت أكثر من 50 مليار دولار من حصة الإقليم أخذت إلى وزارة المالية. هاي للتصحيح لكي لا يفهم البعض بأن الإقليم يستلم 17% و11%، لا والله يا أخي. هاي أولا بالنسبة لقانون الموازنة، سؤال حضرتك قانون الأمن الغذائي الطارئ واشتراطات الكتل الكردية تحديدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكيد أكيد احنا يعني كان هذا القانون هو قانون يعني كل لجميع العراق، يعني من إقليم كردستان إلى جنوب، أي المحافظات يجب أن تتساوى. هناك صحيح من محافظات منكوبة نسبة الفقر في بعض المحافظات أكثر من بعض المحافظات، هذا صحيح، ونحن يعني حتى لو نقارن مثلا بعض المحافظات الجنوبية الوسطى بها نسبة الفقر أكثر، إن تعطي نسبة أكثر ما يخالف، ولكن لم يعطي أي نسبة قليلة إلى محافظات إقليم كردستان. هذا أنا أعتبر مرة أخرى هذا غبن وظلم مرة أخرى على محافظات إقليم كردستان، ولهذا كان البيان واضح بأننا نطلب نسبة عادلة من هذه الواردات لشعب إقليم كردستان، لأن أيضا نحن أيضا نمر بأزمة. أنتم تعرفون إحنا نصدر 450,000 برميل، والسعر البرميل النفط عندنا نص الإيرادات تجي، أي هاي الفلوس اللي الإخوة يقولون ما نعرف شو يسوي بيها نطيها للرواتب، وما تكفينا للرواتب. أي نحتاج أيضا هذا القانون الدعم الغذائي أن يسند الشعب الكردي في إقليم كردستان. أشكرك شكرا جزيلا سيد وفاء محمد كريم عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، انضممت معي عبر سكايب، وتتفضلون ضيوف الكرام بالبقاء معي حتى نتابع ملف الآخر. مشاهدي الأحبة بعد الفاصل تتابعون. قانون الدعم الطارئ أبواب الصرف تزيد من مخاطر الفساد، ونواب ينتقدون فقراته ويؤكدون أنه سرقة لأموال الشعب. حياكم الله. لم يكتمل بعد وحدد الوقت الذي سيتم فيه تشريعه، ظاهره الأمن الغذائي باطنه سياسي، فهل هو مخرج لمأزق الموازنة في العراق؟ توقيت مسودة القانون المراد تشريعه خاصة بعد قراءته لمرتين تثير العديد من علامات الاستفهام، حتى أن البعض عده مشروع موازنة مصغر بنكهة سياسية. ملفنا الثاني راح نناقش هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. ضغط كبير أثير تجاه تشريع قانون الأمن الغذائي، فأشعلت الخلافات حوله بين القبول والرفض، خصوصا بعد دراسة مسودة جديدة وصيغة مختلفة لهذا القانون مقدمة من اللجنة المالية، ما يشير إلى إصرار كبير بوجوب تمريره رغم الاعتراضات من قبل بعض النواب وخبراء الاقتصاد،
لما له من إجحاف كبير بحق المواطن. فعلى خلفية ارتفاع الأسعار العالمية جاء بهذا القانون تحت ذريعة معونة الطبقة الفقيرة أو المعدومة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يجب أن يعطل هذا المشروع الذي أسماه الرافضون لتمريره أنه تقنين لمحاولات نهب جديدة، حيث ارتفاع أسعار النفط كانت كفيلة بسد حاجة المواطن المالية وفق متابعة اقتصاديين. فمنافذ صرف الأموال الطائلة لهذا القانون يعدها المتابعون بداية صفقات فساد يراد بتمريره الاستحواذ على الخزينة المالية للدولة. فرغم الاعتراضات، إلا أن اللجنة المالية عقدت اجتماعها اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون وإدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة بإصرار كبير. لقناة الأيام، نهى الشمري. من جديد حياكم الله، ارحب بضيفي الكريمين مجددا، الاستاذ خالد السراي عضو ائتلاف دولة القانون، حياك الله استاذ خالد، وضيفي الكريم الدكتور عباس العقابي الخبير القانوني، حياكم الله مجددا. استاذ خالد، يعني اعاده قانون الامن الغذائي تعتبره وفي معطيات حضرتك انه امر منطقي، خصوصا بعد رفض المحكمه الاتحاديه حينما رفض هذا المشروع عندما قدم من الحكومه؟ شوف لعب حضرتك المرحله هاي، ليش يقول اكو التاسيس خطير؟ انه الفساد ما قام يستحي، الفساد اصبح شرس، الفساد اصبح يتعاطى مع قدرته على تمرير القوانين او اي تشريعات اخرى مخالفه للقانون، خارج السياقات، معارضه لقرارات المحكمه الاتحاديه، المهم يجب ان تمرر. كل الملامح معروفه بقرارات مجلس النواب المحكمه الاتحاديه انه لا يحق للحكومه تصريف اعمال ان ترسل مسوده قانون، ولا يحق البرلمان ان يشرع قانون بجنبه ماليه، وبالتالي اوقفوا حدكم، هذا ما لازم يشي. هسه بغض النظر عن الدخول بفضائح ما بداخل القانون، اذا لماذا الاصرار على تمريره؟ من تجي تقول لي انا هاي خوف فضح على الشيخ خز علي، يعني وزير التجاره يستلم، من يعرفه وزير التجاره؟ شوف لحظه، الحكومه هذه صار يجد حتى اول حكومه بالعراق المواطن لم يتعرف على الوزراء، يعني اسمائهم وهميه، هسه وزير التجاره اسال يروح يسوي يعني تقرير استقصائي وبنى اللي يعرف اسمه مثلا على سبيل الفرض، يمنع لو 8.5 تريليون لو 9.5 تريليون عليه ان يسلمها للي اختار هاي الوزاره، يسلمها للحلبوش وللسياده، وبالتالي ينطونه 500,000 دولار نصف مليون راتب شهري. لما تجي للجدول انا انطيك فلوس، غير اكو جدول يصوت البرلمان على جدول صرف. هسه حق الرد مكفول لوزاره التجاره. لا مكفول، انا جيد هسه، ولكن نتحدث هسه عن هذا القانون، يعني المحكمه الاتحاديه رفضته. مو هي ليش انا ضربت لك مثل، قلت لك اصبح الفساد شرس، اصبح فساد مستبد لا يخشى من شيء، لانه اعتمدوا على ترتيبه انتخابيه داخل البرلمان ومعادله اكثريه واقليه، وبالتالي يمرر كل شيء، والا كيف لمحكمه اتحاديه توقف وتلغيه والان يناقش، والتقرير مالكم واضح جدا انه على اساس يخلونه بالجلسه القادمه من اجل التصويت، على اعتبار جلستين صارت اعتبروها كانت جلستين مناقشه والثالثه تكون للتصويت. بس انا كمواطن، يعني انا التجاره هكذا، الغربية تنمية
مشروع تنمية المحافظات الأقاليم. لا المحافظات المحررة والجنوب صندوق إعادة إعمار المناطق وإيش قد إله مو هذا السؤال 8 تريليونات أنا أنطي المحررة جيد وتأذت وتعبت لكن كيف الصرف يعطى للمحافظين المحافظين وهم المسؤولين عن الصرف يعني ماكو رؤية للمشروع أنه هذه 8 تريليونات تصرف بهاي الطريقة لفلان شيء وفلان شيء وفلان شيء على سبيل الفرض للمواطن على الفرض بناء بيوت لهم على القصد لا متاحة ونعرف حجم الفساد بالعراق هاي المسخرة بالجنوب حتى على كردستان ليش هو بس نفط البصرة زادت أسعاره زين أنتوا تريدون حصة به زين انطونا الفائض مو زادت الأسعار عندكم كردستان تبيعونكم حسب ما صرحوا رؤساء وزراء العراق أنه 900,000 برميل زين هاي مو زادتها انطونا يا يعني بس نفط البصرة بس نفط الجنوب يصرف على الكل وينطي الكل والكل تختطف وتمتص وتسرق من عنده لكن ما إلى حق أني طالب المناطق الجنوبية مناطق منكوبة بكل معنى البصرة منكوبة بكل معنى الكلمة قدامك ما ردامك كلها الجنوب من ومن بغداد وين هاي حصة السؤال ليش هاي معادلة ثم أنا عندي واحد على 12 سؤال بسيط هسه تصرفون واحد على 12 أنا بسعر دانس كانت أفخم ميزانية الميزانية اللي أقرت بال21 بمبلغ 128 تريليون معناها حتى الواحد على وعدكم فايض لأنه قلت صرفنا من عدها 102 لما يكون هنالك مأسسة للفساد دكتور عباس كيف تنظر الأمر يعني وكيف تجد موقف البرلمان من الناحية القانونية هل هو قفز على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بعد المضي بإعادة قانون الأمن الغذائي وتشريعه من قبل البرلمان بعد أن تم يعني قطع الطريق عليه من قبل الحكومة نعم طبعا المحكمة الاتحادية عندما استشعرت بخطورة هذا القانون بادرت إلى قبول الدعوة المحكمة لا تنظر إلى مشاريع القوانين وإنما تنظر إلى الرقابة على دستورية القوانين أي بعد أن ينشر فيها الجريدة الرسمية تراقب القانون لكن هذا القانون عندما استشعرت مدى خطورته وهو في داخل البرلمان أقيمت دعوة وتم قبولها وهي دعوة رقابة تسمى رقابة لاحقة العفو رقابة سابقة وليس رقابة لاحقة القضاء الدستوري في العراق هو المحكمة الاتحادية يمارس الرقابة اللاحقة أي بعد تشويع القانون لكن بخطورة هذا القانون قبلت الدعوة في مشروع القانون وتم عدم إصدار قرار عدم دستورية هذا القانون لأن المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء حددت اختصاصات حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها رفع مشروع قانون وبالتالي بادروا خالفوا النظام الداخلي لمجلس الوزراء وبادرت الحكومة برفع مشروع قانون الموازنة وتم رده من قبل المحكمة الاتحادية عمل البرلمان بالمادة 60 ثانيا من الدستور العراقي التي تتيح لعشرة أعضاء من مجلس النواب أو أحد لجانه بتقديم مقترح القانون وهو نفس مشروع القانون لكن بصيغة مقترح قانون أيضا هذا سيرد لأن القرارات المحكمة الاتحادية السابقة تجبر البرلمان عندما يكون هنالك مشروع قانون أو مقترح قانون ذو جنبة مالية عرضه على الحكومة لكن أي حكومة؟ حكومة الشرعية وليس حكومة تصريف الأعمال لأن حكومة تصريف الأعمال هي فاقدة لشرعيتها وغير مسؤولة عن قراراتها وبالتالي اليوم محكمة الحكومة تصريف الأعمال عندما تتخذ قرارا مخالف للدستور سوف لن يحاسبها البرلمان العراقي لأنه ليس هو الذي صوت على شرعيتها بل هنالك برلمان سابق وتم حله هو الذي صوت على شرعيتها وفقا لذلك دكتور تعتقد أن القضاء راح يذهب باتجاه إلغاء مشروع الدعم الطارئ مرة أخرى مرة أخرى أكيد بعد القضاء لا يتدخل من تلقاء نفسه وإنما يتم من خلال دعوة تقام من أحد الأشخاص أي مواطن اليوم يجد نفسه أنه متضرر من هذا القانون ومدى خطورته يقيم دعوة أمام المحكمة الاتحادية وستقبل دعواه وبالتالي سيرد القانون لأنه يحمل جنبة مالية كبرى هذا من جانب القضاء الدستوري ومجلس النواب أيضا وجود مخالفة داخل القانون وهو تمويل القانون يتم تمويل القانون من قبل وزارة المالية بالأموال الموجودة من النفقات الماضية السنوات الماضية 1/12 وعندما نجد المادة 13 من قانون عفوا القانون الذي أشير إليه داخل مشروع القانون نجده أنه يمول المشاريع الاستثمارية المستمرة وليس المشاريع الجديدة يعني حتى القانون هو خالف قانون آخر لأن نظام وزارة المالية يمول 1/12 المشاريع الاستثمارية القيد الإنجاز والمستمرة ولا يمول المشاريع القوانين العفو مشاريع الاستثمارية الجديدة
طيب دكتور خالد، لما نتحدث عن هذا الموضوع ايضا يتبادر الى الذهن انه المشروع اثار لغط كبير داخل قبة البرلمان بعد الغاءه من قبل المحكمة، ما تعتقد بان الحكومة الافضل لها ان تقدم مشروع الموازنة بدلا من الخوض في هكذا موضوع موازنة مصغرة قانون امن غذائي وبالتالي يحمل العراق اعباء كبيرة؟ احنا بحكم الوقت اللي يحكمكم ما نقدر نتوسع، لكن المحكمة إذ البرلمان أو الحكومة إذا عندكم منفذ قانوني تبررون إنه مشروع قانون أو قانون مقدم من الحكومة تصريف أعمال، فبتيقينا إنه سيقول لي قانون موازنة، وبالتالي قانون موازنة راح يلزم كل أطراف على الأقل بأبواب بجداول برقابة بمتابعة بإمكانية الشكوى على المبلغ اللي راح تقررونه والمتابعة عليه، وبالتالي هو تنموي وهو يعني هو استثماري وهو المصاريف المعتادة بالعراق. ليش أنت تقول لي شوف لولا الحملة الشعبية والموقف السياسي محترم للكثير من الأطراف لكان مهزلة البداية مالته. شو أنت بيافرف تقول لي 25 تريليون عندي فائض والداين عليها 10 تريليون؟ بربك هاي عقلية ربط العراق بالديون معناها مشروع افقاد العراق اي اراده لو لا سرقه من جانب سياسي، يعني كل امكانيه صمود وتطور وهذه ما لك انت تكون من تجي تقول لي انا هذا المبلغ خليته منين اجى فائض؟ عندك معطيات استاذ خالد بان هذا المشروع راح يرجع مؤسسه الفساد الاداري والمالي الى مؤسسات لا هي موجوده، لكن هي شرست، هي استبدت بالشكل اللي اصبحت تشرع بالبرلمان مش مستفادين. اليوم اللجنه القانون الماليه اجتمعت، هي منو اللجنه؟ كيف شكلت اللجنه الماليه؟ هل بظروف طبيعيه كل البرلمان قاعد وفعلا على اساس استحقاقات؟ يعني هسه اي عراقي يجي يريد يسحب يباوع على اللجان البرلمانيه ثلث ضامن انتم ما حضرتوه وسموكم ثلث معطل، بالتالي تم تمرير هذا يعني يعني قانون برلماني. لا انت شوف هذا عمليه محاضر في مرحله انه تريد رئيس جمهوريه وبالتالي تمر مشروعك. لا انا اعطله ملزم اعطله، انا احس انه مشروع مرسوم للعراق مشروع خطر فمن حقي، لكن مو العمليه عمليه عدم حضور بدليل ان قانون هذا الامن الغذائي كل اطراف الاطار التنسيقي تحضر باصرار من اجل اجهاضه. ليش؟ لانه بيه خطر، لكن ما راح يشكلون سلطه كامله على اساس هذا الحضور. اذا مو المشكله مشكله حضور، مشكلة إصرار. اليوم هسه أنتم وكما أشار الأستاذ المختص زين، أنتم تعرفون محكمة الاتحادية معارضة، أنتم ليش تسوونه؟ ليش مصرين عليه؟ زين أنت عندك واحد على 12، أرجع عن مكملته، واحد على 12 من أفخم ميزانية كانت 21 اللي هي 128 تريليون، واحد على 12 مبلغ جيد جدا، صرفتوا منه 102 تريليون حسب يعني ما اعلن، رغم انه احنا ما عندنا بالمناسبه حسابات كانت مطلوبه الدنيا قبل، شلون ماكو حسابات ختاميه؟ وللان شلون ب 2013 ماكو موازنه؟ 14 عم انتم برلمان كانت عند الموازنه وانتم سويتوا لي مشروع انتظار داعش، والان بال 20 ماكو موازنه، ليش ماكو عليه؟ وين الحسابات الختاميه؟ كل هذا اتركه، انا عندي واحد على 12 طيب. الان يمشي الامور. انت اذا سويت قانون الامن ما سميته بالامن الغذائي باسم غير مسجل مع المحتوى بعد له 6 اشهر، وين انت واحد مصرفك فلوس؟ شلون هسه مشروع هذا؟ انت بدك تصرف واحد على 12، ركز وياي، انت تصرف الواحد على 12 واجتك تريد 30 تريليون، تريد 25 تريليون، تريد 35، هسه ما اسقطوا الديون، ما يدينون 10، شلون هسه انا هاي الفلوس ارجع ارفعها كعراقي؟ كعراقي ارجع ارفعها، شلون؟ خلصت الست شهور، وين الباقي مالها؟ شلون امن المحافظين الصرف؟ شلون امن التجاره؟ انا بقى 6 اشهر، ايش راح توكلني التجاره؟ تريد 9 تريليونات؟ تريد 9 تريليونات؟ كم حصه؟ وش راح تعطيني بالحصه؟ طيب. ما مهزله. اي قانون الامن الغذائي وفق التساؤلات اللي يثيرها السيد السراي، هل يحقق للعراق بعض الازدهار الاقتصادي دكتور عباس؟ يرفع المواطنين من مستوى خط الفقر؟ هل فعلا ساهم او يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين ويرفع من مستواهم المعاشي؟
نعم بالتأكيد عندما يكون العنوان قانون الأمن الغذائي تجد فحواه يختلف عن عنوانه، المضمون يختلف بالتأكيد، يعني حدد تقريبا 35% إلى البطاقة التموينية واستيراد الحنطة والشعير وغيرها من المواد الغذائية، وباقي خصصت إلى أعمار المناطق المتحررة وأعتقد أعمار محافظة الناصرية فقط، وعلى المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تمول من خلال الأموال الموجودة في وزارة المالية قانون الإدارة العامة لسنة 2019 حسب المادة 13، وكذلك المشاريع الجديدة التي تخص المحافظات الأخرى وحتى الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم تمول من هذا القانون، وبالتالي سيجهد العراق لأن أموال هذا إضافة إلى الأموال الموجودة في وزارة المالية، دعا القانون إلى الاستقرار ودعا إلى إضافة الأموال التي تأتي على شكل معونات وعلى شكل هبات وهدايا إلى العراق، ستدرج ضمن قانون الأمن الغذائي لإعمار المناطق المتحررة، وبالتالي يكون العنوان شيء والمضمون شيء آخر، والنتيجة سترهق ميزانية العراق المستقبلية بالديون. الأولى كان هنالك محاولة على الأقل في مشروع قانون الموازنة أفضل من قانون الأمن الغذائي. على يعني هذا ما ذهب إليه السيد السراء، يعني هل هذا القانون التفاف على الموازنة من وجهة نظر الدكتور عباس؟ السؤال لحضرتك، يعني هذا القانون هل هو التفاف على قانون الموازنة، تدمير أكثر من نصف الموازنة في هكذا قانون؟ نعم، هو قانون الموازنة يشرع من قبل حكومة شرعية غير فاقدة لاختصاصاتها، وبالتالي لأن الدستور واضح في الإشارة إلى مشروع قانون الموازنة، أما القوانين الأخرى هم التفوا على الدستور وأرادوا أن يقدم من قبل الحكومة لكي تكون المسؤولية مناصفة ما بين البرلمان والحكومة، أي حكومة، إذا الحكومة هي أصلا مستقيلة وليس لها أي مسؤولية، لأن هنالك مبدأ يكون أينما تكون السلطة تكون المسؤولية، وبالتالي حكومة تصريف الأعمال هي فاقدة لشرعيتها، وبالتالي ستكون هنالك تتحمل النصف المعطل من العقوبة الحكومة المستقيلة والنصف الآخر البرلمان، والبرلمان 329 نائب، يعني تكون العقوبة أخف عليهم من قبل الرأي العام وتأجيج الشارع العراقي عليهم. يعني احنا ايضا اشركنا متابعي موقع قناة الايام الفضائية بهذا الموضوع واستطلعنا آرائهم، سألناهم هل تعتقد ان إعادة احياء قانون الامن الغذائي في البرلمان مناورة سياسية مصيرها الطعن في نهاية المطاف؟ 75% قالوا نعم، و20% قالوا كلا، و5% تحفظوا على الإجابة. دكتور عباس العقابي الخبير القانوني ضيفا كريما في الاستوديو، شكرا جزيلا لإطراءاتك المعرفية والقانونية، والضيف الكريم الأستاذ خالد السراعي عضو طلاب دولة القانون، شكرا جزيلا لحضرتك أثرت الحوار في الملفين، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.